وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. سيد ياسين، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. يا مرحبا، شكرا لكم. ثلاث قمم خارجية وعربية وإسلامية تنعقد في مكة المكرمة، هناك أهمية خاصة للمكان بلا شك، وهناك أهمية خاصة أيضا للزمان الذي تعقد فيه هذه القمم. كيف تابعتم ما جرى في هذه القمم وما خرج عنها حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة القمة الخليجية والقمة العربية للأسف الشديد مخرجاتهما ليست لا تتفق مع مستوى الحدث ولا مع أهمية المكان الذي تنعقد فيه هذه القمم. وأعتقد حتى أن القمة الإسلامية لن تشهد تقدما باتجاه المزيد من تماسك الأمة الإسلامية وإعادة اللحمة إلى هذه الأمة التي تمزقت كثيرا طيلة العقود الماضية. أعتقد أن هناك يعني مغامرة في ربط مكة المكرمة بتطورات المنطقة، خصوصا وأنها تطورات شائكة وتكشف عن انقسامات حادة داخل الدول العربية والإسلامية. ولهذا ما كنا نتطلع عليه أن تكون قمم مكة هذه هي مفصلية في تأثيرها على حاضر ومستقبل الأمة وعلى السلام والاستقرار في هذه المنطقة. لكن للأسف الشديد كان ينقص هذه القمم التحضير الكافي الذي يهيئ الأرضية للخروج بنتائج مهمة تتفق وتليق بمكانة مكة المكرمة في حياة المسلمين. لست متفائلا كثيرا. نتائج من قبيل ماذا سيد ياسين؟ يعني هناك تأكيد في القمة على وجوب مواجهة خطر التوسع الإيراني في المنطقة، وهناك ايضا تاكيد على ان على رفض المنطقه العربيه والدول العربيه والاسلاميه لما تقوم به ايران من خلال حلفائها في المنطقه. ما المطلوب اكثر من ذلك؟ ما من شك ان ايران عبثت في هذه المنطقه وتشكل مصدر خطر وتهديد حقيقي على حاضر ومستقبل الامه العربيه وعلى الدول العربيه. ولكن للاسف الشديد الدول العربيه تحتاج أكثر من غيرها اليوم لبناء جبهة متماسكة حقيقية لإعادة اللحمة، لإنهاء الخلافات التي تفتك بهذه الدول والتي تسمح للنفوذ الإيراني بأن يكون تأثيره أكبر وأعمق مما هو حاصل اليوم. أنا أعتقد أن الأمة تحتاج اليوم إلى تحصين موقفها بمزيد من التلاحم والتماسك وإنهاء الخلافات البينية. على سبيل المثال، انعقد مجلس التعاون الخليجي على قاعدة انقسام حاد لم يتم إنهائه حتى هذه اللحظة، وما هو مطلوب اليوم هو إنهاء هذه الانقسامات على مستوى مجلس التعاون وعلى مستوى الجامعة العربية، ثم البحث عن موقف موحد لمواجهة الأخطار التي تحدق بالأمة وفي مقدمتها بطبيعة الحال الخطر الإيراني. أنا أعتقد أن إيران شكلت خلال السنوات العشر الماضية تهديدا حقيقيا على أمن المنطقة وعلى الأمن العربي، لكن هذا الأمر كان تقديري مع تنسيق كامل مع الغرب. ونحتاج اليوم إلى مواجهة هذه التحديات ضمن هذه الرؤية الشمولية. وأعتقد أن مواجهة أخطار من هذا النوع تحتاج إلى الرهان على تماسك الأمة وعلى وحدتها وعلى تقوية عودها من خلال إنهاء كافة أشكال الخلافات والتباينات القائمة حتى هذه اللحظة. وهذا ما لم يتحقق مع الأسف في هذه القمم. من ناحية أخرى، الملك سلمان في كلمته أمام القمة كما لا تابعت طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله ممارسات إيران من خطورة على المنطقة. ألم يكن حريا بهذا الإجماع بين مزدوجين العربي والإسلامي أن يتصدى لإيران بنفسه بدلا من مطالبة المجتمع الدولي والاستعانة بالأمريكان والذين دمروا أجزاء كبيرة من هذه الأمة؟ دعنا أولا نتحدث عن الدائرة الأضيق، عن المجتمع العربي نفسه، عن الدول العربية اليوم. يعني مثلا إيران تهدد وحدة اليمن ومستقبلها إلى آخره، وتدعم حرب الحوثيين واستمرار هذه الحرب على الأرض اليمنية. لا نحتاج إلى إجماع دولي وإلى موقف دولي، هناك تفويض دولي كامل لما تسمى دول التحالف لإنهاء هذا الخطر الذي تمثله أداة إيرانية في اليمن. على سبيل المثال، لم يتم الاستفادة من هذا الإجماع الدولي خلف حرب التحالف في اليمن،
للأسف الشديد قبل أن ندعو المجتمع الدولي إلى إنهاء خطر إيران، علينا أولا أن نستخدم إمكانياتنا الذاتية، إمكانياتنا المتاحة لمواجهة ما نعتبره خطرا إيرانيا قبل أن نستدعي المجتمع الدولي. المجتمع الدولي له أجندات متضاربة ومختلفة، ولا يمكن أن يتسق معنا دفعة واحدة ويذهب بعيدا في مواجهة إيران. المجتمع الدولي عندما يتداعى ضد إيران سوف يتداعى إذا ما شعر أن إيران تشكل خطرا على مصالحه. إيران اليوم تشكل خطر على مصالح دولنا، وعلى هذه الدول أن تستنهض إمكانيتها الذاتية وألا تبدد الفرص المتاحة لها في مواجهة التأثيرات الإيرانية المتمثلة في أدواتها الخطيرة مثل حزب الله والحوثيين في اليمن. ما نراه اليوم هو تبديد الفرص المتاحة وتبديد الإمكانيات والعمل على إتاحة، بل بالعكس يعني تهيئة المزيد من الفرص لإيران لكي تلعب دورا مؤثرا في منطقتنا وتحقق أهدافها بسهولة على قاعدة الانقسامات التي تشهد. نعم، شكرا لك سيد ياسين التميمي المحلل السياسي اليمني، كنت معنا تعقيبا على هذا الموضوع.